التصريح تبعنا، التصريح تبعكم تعملوه انتو. في 3 تشرين الثاني عند الساعة 5:30 من بعد الظهر على نافورة الأبيسي، وبعد اشتباك كلامي عنيف، أقدم ابن 11 عاماً فارديناند وهو مسلح بعصا على شق وجه ولدنا برونو، مما أسفر عن التالي. عدا التورم في الشفة العليا، هناك انشقاق في السنين الأماميين مع إصابة في عصب السن اليمين. مسلح؟ مسلح. مش عاجبتكن؟ شو منحط مشاي؟ مزود، منيح مزود؟ مزود ايه؟ مزود بعصب. مزود. ونكتة كل عمرنا نقول الأبيسي أأمن من الكورنيش. صحيح، كل عمرنا نقول الكورنيش دق الأبيسي أشطب زوم. بدكم مين يصدق؟ على كل نحن متشكرين إنكم جيتوا. حلو الإنسان يحكم عقله ويحط عواطفه على جنب. نحن اللي متشكرين. نحن. ما في داعي للمجاملات. منيح اللي بعد في ناس بيحترموا الرأي الآخر. بدك ولادنا يستوعبوا هالشيء. بقصد اللي عنا. نعم، اللي عنا. وشو مصير السن يلي لطش عصبه؟ هيدا اللي مش عارفينه بعد. في تحفظ كبير على النتائج. في شقفة من العصب مش منصابة على الآخر. في شقفة معينة هي اللي منصابة. شقفة منصابة وشقفة بعدها صاب. مشان هيك بالوقت الحالي ما في شق ولا قتل عصب. بدها شوية وقت. بلكي هالسن بيزبط بريشه منه لوحده. يعني بيكون أحسن بكتير إذا بيستغنوا عن الشق. إيه. بقى في فترة متابعة، بلكي هالعصب بيزبط حاله بحاله. من هلأ لوقتها رح يركبوا له سيراميك من قدامي. مسنين لعيالي ما بيركبوا قبل عمر 18. لا، لازم يكون النمو مكتمل حتى يركبوا سنين لعيالي. طبعا ان شاء الله ان شاء الله خير. ان شاء الله.